عندي مال اقترضته من صاحب لي وظل المال عندي سنوات، فكيف يزكي صاحب هذا المال المال الذي عندي؟ فبارك الله فيكم. المال ما دام عندك في ذمتك أنت اللي تزكيه، ومالك إلى أن تدفعه إليه، إذا دفعته إليه صار ماله يزكيه هو. أما ما دام المال هذا عندك تقول إني مبقيه علشان أسدد به القرض أو الدين، هذا مالك لا يزال، أنت اللي تزكيه. نعم.